سؤالي للأخ دكتور هشام محمد الدين، وهو في قسم الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم. بإن هو بيتجه
الى ان هو يعوض عن طريق التكنولوجيا، لان هي مجموعه من الاوردرات بيشتغلها لكن بينفذ فيها اللي هو عاوزه لكن مش شغله. اهميه البحث، البحث هو بمنتهى البساطه ان انا بحاول ان انا اعمل يعني اثراء ولو جزء بسيط جدا او صغير جدا من ان انا اضيف رؤيه تكنولوجيه جديده على مجال الفن وخاصه تخصصي اللي هو الميديكال درايك. حدود البحث، انا لما جيت انفذ البحث واعمل التجربه بتاعت البحث كان الغرض منها ان انا انفذها على التخصص بتاعي، لان انا اؤمن بالتخصصين، لان انا عشان اشتغل مع حد تاني فبتخصصه فمش هبقى مدرك ابعاد الشغل بتاعه اللي هو عاوز يطلعه ايه، لكن انا لما خدت الاعمال الفنيه بتاعتي واخترت منها بعض الاعمال الفنيه وعملت لها سكان ودخلتها على الكمبيوتر وابتديت اشتغل بالشغل فوتوشوب، انا العمل الفني اليدوي الهاند ميد ده ملكي، ملك الملكيه الفكريه بتاعتي، فانا قادر على ان انا ابقى متعايش مع العمل الفني او اللوحه من خلال الامكانيات التكنولوجيه بتاعت الكمبيوتر، ممكن ارفض اوردر او ممكن اخد اوافق على اوردر ان انا انزل اللي هنا مثلا اشتغل بالاير براش، اشتغل بالطوع، باي ايا كان الدوز اللي انا اشتغل بيه، انا احساسي هو اللي بيخترق هذا الموضوع. التصميم الاجرائي للبحث الثاني كان بيتصف بحاجتين كمان. اولا الاطار الوصف، وده اللي انا وصفت فيه البحث من خلال عرض موجز عندي، ارتباط او عن بدايات الفن والتخصص بتاعي اللي هو رسم التصوير، ايه هو رسم التصوير؟ ايه بدايات؟ منذ الكلاسيكيه القديمه مرورا بالعصر النهضه مرورا الى الوصول الى العصر الحديث والمعاصر. الاطار التجريبي هو من خلال التجربه اللي انا قمت بيها وهي من خلال الاعمال الفنيه خاصة بيا، في ان انا بعمل لها زي ما قلت قبل كده الاسكان وبعدين ببتدي اشتغل فيها ببرنامج الفوتوشوب. هنا زي ما هو موضح على المونيتور، هنا انا عامل اندكس صغير قوي عن الرسم والتصوير من البدايه للتكنولوجيا، لان طبعا لو انا ابتديت ان انا اقول من البدايه من في العصر البدائي وعصر الكهوف والروماني والاغريقي والفرعوني ده الى وصول العصر الحديث والمعاصر ده ياخد مني وقت كبير جدا. فانا اخترت اربع اعمال فنيه، العمل الاول هو الفرعوني، العمل الثاني اللي هو الثاني اللي احنا شايفينه ده من الفن الاسلامي، العمل الثالث من الفن الحديث والمعاصر دوت العمل دوت اللي هو محمود سعيد، والثاني لمحمود. اما بالنسبه للامكانيات الجرافيكيه للكمبيوتر، الامكانيات الجرافيكيه للكمبيوتر طبعا كلنا لا يخفى علينا ان احنا عندنا كلنا او يكاد ان احنا يكون عندنا كلنا خلفيه بالامكانيات الجرافيكيه للكمبيوتر، لان الكمبيوتر لم يدع مجال الا واخترعه، لم يدع مجال، دخل في الهندسه، دخل في الطب، دخل في الفن، دخل في العلوم، دخل في كل المجالات، فبالتالي كان الفن اولى بيه لان هو اصلا يعني واحد من معنى حاجه اسمها التصميم ديزاينر اللي هو الامكانيات الجرافيكيه للكمبيوتر. فعشان كده لقينا برامج كتير جدا بتستخدم في الكمبيوتر مواد جرافيكيه، وبالذات اللي هي البرامج اللي هي تابعه من شركه ابل ماكنتوش، لان هي شركه متخصصه في البرامج الجرافيكيه بدايه من الفوتوشوب والكورل درو والسي دايمنشن والستوديو وما الى غيره.